وحثت المفوضية الحكومة على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان أثناء التعامل مع الاحتجاجات وحماية حق التجمع السلمي، مؤكدة أن الرد القمعي سيؤدي إلى تفاقم الوضع. على وقع النشيد الوطني يواصل المتظاهرون في 12 مدينة الاحتجاجات منذ نحو شهر، ثلاث مسيرات في الخرطوم ومسيرات في مدن البلاد الكبرى شرقا وغربا وجنوبا. الشرطة السودانية تصدت للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، كما أكد نشطاء أن الأمن ألقى القبض على عدد كبير من المشاركين في التظاهرات. إلى ذلك أكد تجمع المهنيين استمرار الحراك الاحتجاجي، كما أعلن اتحاد المعلمين عن إضراب يبدأ الأحد المقبل تضامنا مع الاحتجاجات. الشعب السوداني يتميز بالإصرار والعناد والنفس الطويل، ما شعب عجول ولا شعب بيأس، عارف أنه عاوز يعمل شنو ومستعد يعملها. تختلف رؤية الحزب الحاكم تماما مع تجمع المهنيين، إذ يرى أنه لا طائل من التظاهرات. تكون تريد أن تغير النظام بتاع الحكم عن طريق التظاهر، هذا غير وارد. النظام المؤتمر الوطني، الحوار الوطني حدد الآلية التي يتم بها تغيير السلطة. تغيير السلطة يتم عن طريق الانتخابات. وفي جنيف أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها من تقارير تؤكد استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وهو ما تبناه أيضا البرلمان الأوروبي. كما طالبت المفوضية الحكومة السودانية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في التظاهرات. إسماعيل الخولي، العربية.